كابتن سمير، ايه حكايه بقى بكاري جسامه؟ يعني انا برضو اتحاد الكوره وهو بيطلع اعتراضه للكاف بخصوص بكاري جسامه ما وضحش الاسباب ايه. الناس متضايقه خايفه، يعني في خوف كده من بكاري جسامه دون ان نفهم ايه السبب. بص، هو انا اول واحد خايف من بكاري جسامه بصراحه. انا عارف بكاري جسامه طبعا، يعني اي مباراه بيلعبها لاي فرقه مصريه، اهلي زمالك المنتخبات الوطنيه، بيبقى على طول في علامه استفهام. راجل مشهور بالهوم تيم، واحنا عارفين يعني ايه طبعا الهوم تيم، يبقى مع صاحب الارض في كثير من الاحيان للاسف. تمام، حكم من الحكام بصراحه اللي مش بيبقوا واضحين، بينزل بمنهجيه وسياسه بينفذها. بس ده برضو ما يقللش الهمه بتاعتنا، بالعكس ده يشجع اللعيبه بتاعتنا انهم يركزوا. لا، واحده واحده يا كابتن سمينة، يعني هنروح للعيبه، وانا معاك جدا انه لازم اللعيبه تفصل نفسها تماما عن الامور دي، احنا نتكلم فيها احنا واتحاد الكوره يوضح ويثبت موقف ماشي، بس اللعيبه ما تشغلش بالها خالص بالكلام ده. بس تقصد ايه بانه بينزل بمنهجيه؟ منهجيه، هو عارف نازل عاوز يكسب مين ويخسر مين. بوضوح جدا. وخلي بالك انا بتكلم عبر التاريخ، ومش بتكلم للفرق المصريه بس على فكره، ولا بخص اهلي وزمالك ومنتخب، لا، هي معظم الفرق اللي مش بتبقى الارض بتاعتها بيعمل الحاجات دي. وعنده يعني هقول لك حاجه، عارف انت تعرف الحكم ده كويس ولا لا؟ اما تيجي تبص على السي في بتاعت بكاري جسامه هتلاقيها ممتازه، مشاركه في معظم البطولات الدوليه صح المجمعه. بس هتلاقي حاجه غريبه قوي يا كابتن كريم لما تيجي تبص عليها، اي واحد بيشارك في بطوله، اي واحد اي واحد بيلعب من مباراه لمباراتين حتى لو مستواه 50%، صح، اما بيبقى مميز بيلعب المباراه الثالثه والرابعه. بص كده، تعال نبص مع بعض كده على بكاري جسامه في كل بطولاته، يا مباراه يا مباراتين فقط. يعني قبل المواجهه دي هو لعب مباراتين بس في كاس الامم. بالظبط، واحد هيجي يقول لي طب ما هو بيلعب في النهائيات، فعلا بيبقى بيلعب النهائيات بتاعت افريقيا ومعظمها بيبقى موجهه وبتنتهي بمشاكل. انا قلت حاجه كابتن سمير، اكدها لي او انفها لي او وضحها بشكل اكتر قبل ما حضرتك تدخل، انه بكاري جسامه من الحكام الاذكياء جدا، بس الذكاء اللي هو مش الطيب، الذكاء اللي هو شديد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مش هيحسب عليك ضربه جزاء واضحه ظلم، مش هيحسب عليك تسلل واضح ظلم، بس يقدر يخلص عليك في المباراه بقرارات سؤال. صح كده؟ بقرارات، تمام. طب اشرحها احسن مني بقى، اشرحها حتى يا كابتن سمير احسن. لا، العفو، انا بس هوضح بس حضرتك بتقوله. يعني افضل احسب عليك فاولات في نص الملعب تخنقك، بالمعنى بتاع لعيبه الكوره. ادي بعض الانذارات لبعض اللعيبه المؤثره في المباراه، اخليهم ايه يتكهربوا بقيه ال 90 دقيقه. ايوه. طب ايه المطلوب من اللعيبه بتاعتنا بقى؟ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، الفاولات القصاد ال 18 دي نبعد عنها خالص. الاحتكاكات الغير مبرره زي في ماتش المغرب، كميه التكان اللي احنا عملناها والفرام اللي احنا عملناها جوه ال 18 دي مش مطلوبه خالص. صح. طالما انت ممكن تستخلص الكره باسلوب تاني، وطبعا هم فنيا ناس عاليه جدا، بس محتاجين ذكاء في ماتش زي ده. دور كبير جدا 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 لمحمد صلاح. محمد صلاح قائد، محمد صلاح ده كابتن بيعرف، وهو الشخصية الرياضية في مصر دلوقتي اللي ليه تأثير عالمي فقط، مش حد تاني. مش حد تاني، ده الوحيد اللي بيحظى باحترام وحب الجميع، هو ده الوحيد اللي يعرف يتكلم معاه والكلام معاه بأسلوبه. محمد صلاح قائد جوه الملعب وبره الملعب، احنا شفنا الجهاز الفني في بعض اللقطات في ماتش المغرب، هو كان بيصدر يعني الشحن جوه اللي داخل أرض الملعب. محمد صلاح هو اللي كان بيمتص اللعيبة اللي جوه والجهاز اللي بره. عاوزين هدوء، عاوزين نستمتع بالمباراة. من النهاية، بكاري جسامة لا يجرؤ يلغي لي هدف انا جبته سليم. نلعب على النقطه دي.